بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في المؤتمر 17 لجمعية أطباء أطفال صعيد مصر. السلام عليكم، يسعدني طبعا ان انا اكون معاكم النهارده في حضور اساتذتي العظام وفي ضيافه الدكتور مجدي. دكتوره رشا خدتنا كده في رحله سريعه، دور النيوناتولوجيست ان هو يديتكت البيبي اللي عنده كونجنتال هارت ديزيز واللي عنده جينيتك سيندروم ممكن يبقى مرتبط بالكونجنتال هارت. طيب بعد ما عرفنا ان العيان ده كونجنتال هارت وبدأ يتابع مع حضرتك جنرال بيدياتريشن، مطلوب زي اي طفل ان هو يفولو اب نورمال جروث اند ديفلوبمنت. طيب هو ايه الغريب في الاطفال اللي عندهم كونجنتال هارت؟ الاطفال دول اكثر عرضه للمالنيوتريشن وريتارديشن اوف جروث لاسباب كتيره قوي. هم عندهم ديكريزد انرجي انتيك وعندهم انكريزد انرجي ريكويرمنتس وكمان عندهم insufficient nutrient utilization وreabsorption. الأسباب كتيرة ومتداخلة، يعني هو ما بياخدش energy requirements كفاية لأنه على طول عنده تاكيبنيا وتاكيكارديا وفريكوينت hospitalization وكل ما يتحجز نوقف الرضاعة وكل ما ينهج نوقف الرضاعة. أسهل حاجة إن إحنا بنوقف الرضاعة. كمان الهارت فيلير بيزود الريكويرمنتس اساسا، هو بيخليه عايش في كاتابوليك ستيت. الطفل ده على طول بيجي له انفكشن في انذر كاتابوليك ستيت. حتى لما بياخد الريكويرمنتس بتاعته هو عنده مشاكل في الابزوربشن نتيجه للاديمه في الجي اي تي بتاعته. فكل دي العناصر دي مع بعضها توصلنا ان العيان ده او البيبي ده يبقى مالنرش. طب ليه بنخاف من المال نيوتريشن او ليه بنبقى حريصين على ان احنا نتدخل فيها بالتعاون معاكم؟ طبعا المال نيوتريشن بير سي هتخليه الاميونيتي بتاعته اقل وبالتالي تخليه يبقى فيه فريكوينت هوسبيتاليزيشن اكتر. لما يدخل الجراحه الاوتكم هيبقى اسوأ، الهوسبيتال ستي اطول، فكل دي حاجات احنا مش عايزينها. كمان السوماتيك جروث بتاعه هيبقى affected، وفي النهايه كل العوامل دي تخلي في increased mortality في الجروب ده من العيانين. لما يجي يدخل العمليه كمان لقينا ان العيان المالنرش ده عنده زي ما قلنا الهوسبيتال ستاي اطول، الريكفري بتاعه بيطول، الري ادمشنز بتاعه كمان اكتر من الطفل السوماتيك جروث بتاعه كويس. طيب احنا خلاص قلنا ان هو مال نرجد، انا هعمل ايه مع الطفل اللي انا شايفه ان هو مال نرجد او طفل تشخص انه كونجنيتال هارت وانا متوقعه انه هيبقى مال نرجد بعد شويه؟ اول حاجه الاسسمنت، عندي مشكله يبقى لازم اعمل لها اسسمنت. وعشان اعمل اسسمنت زي اي حاجه في الطب اول حاجه عندنا ايه؟ الهيستوري. والهيستوري اهم جزئيه فيه في الحاله دي هي نيوتريشنال هيستوري. لازم الجزء النيوتريشن ده بياخد من وقتنا كتير قوي، والناس اللي هي شغلها نيوتريشن حضراتكم عارفين ان ممكن العيان لوحده كل عيان يقعدوا معاه ساعه مثلا عشان يقعدوا يفصصوا بالظبط بياخد قد ايه على مدار اليوم ويحسبوا له الكالوريز بتاعته وقد ايه هو خده من الريكويرمنتس بتاعته. الديفلوبمنتال هيستوري طبعا، الانثروبومتريك ميجرز والانفستيجيشنز. النيوتريشن زي ما قلنا بالتفصيل، بريست فيد ولا فورميلا فيد، بياخد فورتيفيكيشن، انهي نوع من الفورميلا بياخدها، الكميات وطريقه التحضير وكل قد ايه بالتفصيل. طيب البيشنت هيستوري بقى، نوع الكاردياك ليجن اللي عنده، الساينوتيك غير الاي ساينوتيك. الاي ساينوتيك اللي عندهم انكريزد ليفت تو رايت شنت اللي هم معرضين لهارت فيلير ومعرضين لبرونكونيومونيا كتير، دول بيبقى الافكشن بتاع الويت بتاعهم وبتاع الجروث ان جنرال بتاعهم اكتر من العيانين اللي هم الساينوتيك. يبقى لازم لما اعرف الكاردياك ليجن احط في دماغي انا متوقعه العيان ده هيبقى افكتد باي صوره. طبعا الميديكال والسيرجيكال هيستوري، دخل عمليات ولا لا، الفاميلي هيستوري زي ما الدكتوره رشا قالت لنا اذا كان ده
جزء من جينيتك سيندروم، لان في سيندرومز هي لوحدها بيبقى معاها فيلير تو ثرايف. الانثروبومتريك ميجرز ويت وهايت وسكال سيركمفرنس، ونحط كل ده على البرسنتايلز بتاعتنا. الجروث باترن، السكين فولد، الابدومينال جيرث، كل ده يتاخد بالتفصيل ويبقى بلوتد على السنتايلز بتاعته. في حاجات بقى في الفيزيكال اكزامينيشن لازم ادور عليها، عشان دي هتنور اللمبه الحمراء عندي ان العيان ده مال نورشد فعلا. الاوفر اول ابييرنس، العيان داخل مرازمك، لو في لور لين بقديمة لو هو اكبر شويه يعني، الكارديو بالمونري ستيتس بتاعته، الماسل تون، الويستنج، الهيدن نيك، يعني هنمشي خطوه خطوه سيستماتيك عشان نديتكت اي ساين اوف مال نيوتريشن. الانفستيجيشنز او اللابس ممكن توريني ايه، لو سي بي سي هتبين الانيميا، والدكتوره رشا هتتكلم معانا عن الايرن ديفيشنسي انيميا في عيانين الكونجنتال هارت، البلاد شوجر، البي او ان، الكريات، الالبومين، كل دي حاجات بتديني كلو عن النيوتريشنال ستيتس. طيب هعمل ايه لما العيان خلاص انا عملت له اسسمنت؟ تاني خطوه اشوف انا هحط العيان في انهي كاتيجوري من المال نيوتريشن، يا اما احطه تبع دبليو اتش او انثروبومتريك كلاسيفيكيشن، بشوف البادي ويت بتاعه واعمل له ريشيو للايديال بادي ويت. لو من 90 ل 100 يبقى نورمال، 80 ل 90 يبقى مايلد ويستنج، 70 ل 80 مودريت، اقل من 70 يبقى سيفير. وفي الووتر كلاسيفيكيشن ده بيستخدموه بتوع النيوتريشن، اللي هو بحسب الويت فور هايت والهايت فور ايج، واشوف انا الدروب عندي بنسبه قد ايه. طيب بعد ما عملنا كاتيجورايزيشن هحط في دماغي ايه البلانز اللي همشي عليها. اول بلان ان العيان ده يبقى uncomplicated، يعني ما عندوش لا هارت فيلير ولا عنده نيمونيا، وما عندوش او عنده سنه فيلير تو ثرايف. طب دوري ايه مع العيان ده؟ جاست فولو اب، كل شهر هجيبه واوزنه واخد طوله واخد مقاساته واتاكد ان هو فولوينج هيز كيرف، واقعد مع الام اراجع معاها هي بتاكله ازاي عشان اتاكد ان هو بياخد الكالوريز بتاعته مظبوط. ممكن قوي يحتاج شويه سبلمنتيشن، فيتامين بي، فيتامين دي، زنك، احسب له بياخد بروتين قد ايه وبياخد كالوريز قد ايه. طيب المجموعه الثانيه اللي هم عندهم مودريت تو سيفير فيلير تو ثرايف، وما تحسن او كانوا مع المجموعه الاولانيه اللي عندهم مايلد ولقيتهم بداوا يدروب باك. طيب بالاضافه بقى للي عملناه في الخطوات الاولانيه دول، ممكن نستخدم معاهم هاي كالوريك فورميلا. بلان سي بقى مع العيانين اللي هم يا اما كومبليكيتد، يا اما العيانين اللي هم سيفير فيلير تو ثرايف وما تحسنوش على كل الحاجات اللي فاتت. العيانين دول ممكن يحتاجوا هوسبيتال ادمشن، هم مش ممكن، هم اكيد لان هم اساسا كومبليكيتد، فهيحتاجوا هوسبيتال ادمشن وهيحتاجوا ان احنا نبدا رايل فيدنج. الالجوريثم ده مجرد تلخيص للي احنا قلناه دلوقتي، تجميع مين الحالات الان كومبليكيتد او اللي كانت كومبليكيتد وهنمشي معاها ازاي. طيب السؤال الازلي اللي دايما بنتسال، ابني يرضع طبيعي ولا محتاج ياخد ببرونه؟ وفي ميس كونسبت كده عند ناس كتير ان البيبي اللي عنده كونجنتال هارت بروبلم يبقى لازم ياخد ببرونه. لا هو مش لازم خالص، لان هم لقوا ان بالعكس البريست فيدنج ده الافورت اللي الطفل بيبذله فيه اقل، والاطفال اللي هم ستاينوتيك الافكشن بتاع الاكسجين ساتوريشن بتاعهم بيبقى اقل مع البريست فيدنج. بس ده ما يمنعش ان الطفل اللي عنده اي ساينوتيك هارت ليجن وانكريزد ليفت رايت شنت ساعات هنلاقيه بيتعب قوي ويبقى تاكبني وما يقدرش يكمل الرضاعه. دول بقى اللي ساعات بنلجا ان احنا ان الام تعمل اكسبريشن للبريست ميلك وتبدا تعمل فورتيفيكيشن للاكسبريست ميلك ده عشان تعلي الكالوريز اللي فيه وتديه له في اثناء النهار وتخلي البريست فيدنج ده لوقت النوم او اول ما يصحى الصبح، فيبقى احنا كده ما حرمناش الطفل من الرضاعه الطبيعيه وفي نفس الوقت عوضناه الفرق اللي هو مش قادر ياخده. وممكن طبعا بعض الديفايسز او الايدز اللي هي زي ما انتم شايفين نبقى معلقين الاكسبريسد او الفورم الهاي كالوريك فورميلا وياخدها الطفل في اثناء ما هو بيرضع، يبقى نفس المجهود خد بيه دبل بنفيت.
طب الطفل اللي هو بيرضع اساسا ببرونة اللي هو من الاول يعني ما من بدايته كانت ببرونة برضو هبدا له بالهاي كالوريك فورمولا لو كان محتاج لو لقيته فيلينج تو ثرايف. وممكن دول بعض الاطفال اللي مش قادرين بقى اللي دخلوا في الكاتيجوري بتاعه الكومبليكيتد او السيفير فيلير تو ثرايف يحتاجوا نيزو جاستريك تيوب، ودي طبعا عليها ديبيت كبير يروح البيت بيها ولا ما يروحش عشان بنخاف ان يحصل لهم ايه اسبيريشن. ففي بعض الحالات اللي هي الريزيستنت ممكن نعمل لهم جاستروستومي تيوب، ودي مور سيف عن النيزو جاستريك تيوب. يعني اهم حاجه في كل الكلام ده يا جماعه هي الفولو اب بعد ما يخرج بقى بعد ما نعمل كل الانترفنشن دي والعيان يبدا يتحسن، الفولو اب مع العيان ونكونسلت البيدياتريك كارديولوجي على التايمينج اوف انترفنشن لو لقينا العيان مش راضي يتحسن. الفورمولاز طبعا انواعها كتير قوي من اول الستاندرد لغايه الهاي كالوريك لغايه البارشالي هايدرولايزد للاكستنسيفلي هايدرولايزد. الاختيار بيتوقف حسب حاله كل طفل واذا كان تيرم ولا بري تيرم واذا كان عنده رينال افكشن مثلا، فالاختيار حسب هتبقى كاستمايزد حسب حاله البيبي بتاعنا. ما ننساش اننا الهايت والويت في الاطفال اللي اكبر بقى اللي هم عدوا مرحله الرضاعه كل زيارة لازم أشوف الطول والوزن بتاعه، وما فيش مانع أن أنا أخد رأي حد متخصص أكتر في نيوتريشن لو لقيت العيان ريزيستنت. وعلى سن 6 شهور هبدأ أعمل له وينينج وأبدأ بالسيريالز وبعدين الفروتس والفيجيتابلز. طيب الاكسرسايز الدكتورة رانيا هتكلمنا عنها، وما ننساش ان بعض الأطفال دول اللي بيبقوا عملوا كاردياك سيرجري زي الفيوني فنتريكولار ريبير دايما بيبقى عندهم ليميتيشن في الاكتيفيتي بتاعتهم، وبتظهر عندهم مشكله تانية ذا اذر سبيكترم اوف مال نيوتريشن ويتش از اوبيزيتي. فعشان كده دكتوره رانيا هتكلمنا عن اهميه السبورت في العيانين دول. دكتوره رشا بقى هتتكلم، احنا اتكلمنا على الجروث اند ديفلوبمنت السوماتيك، هتدينا هايلايت بقى على نيورو ديفلوبمنتال امباكت. سي دكتوره ايه، الحقيقه الارا اللي في اخر 10 سنين ابتدى يبقى فيه كلام كتير جدا على النيورو ديفلوبمنتال امباكت اوف كونجنتال هارت ديزيز او العيانين بوست اوبرتيف. يعني طبعا البوم اللي حصل جامد جدا والتطور في الجراحات جراحات قلب وصدر والمانجمنت، بقى يبقى في عندنا كاتيجوري من عيانين ممكن نكون ما كناش بنشوفه قبل كده وعد عليه فترات وبقى بيكبر، فبقى بيخش ويكمل المدرسة والجامعة و فابتدى يبقى فيه طبعا ده في العالم كله، واحنا هنا برضو نفس الحكاية. ابتدى يبقى فيه ستاديز كتيره جدا على الامباكت بتاع كونجنتال هارت ديزيز على النيورو ديفلوبمنت، فعملوا دراسات كتيره جدا يعني ميتا اناليسيس كتير جدا في اخر كذا سنه، طلعوا بيها ببعض الانفورميشنز اللي بالنسبه لنا احنا واحنا لسه بنترد على الديكيد اللي جاي، انه دلوقتي احنا ابتدينا برضو فعلا نشوف عيانين الادلت يعني بوست اوبرتيف، نبتدي نركز بقى في النيورو ديفلوبمنت. لقوا ان الفول تيرم بيبيز اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز فعلا البرين بيبقى اماتشور شهر اقل من البيرز بتوعهم، وان البرين اماتشوريتي دي بتزود الريسك بتاعت البرين انجري، واكتر جزء في البرين ممكن يحصل له برين انجري او هو الوايت ماتر. الوايت ماتر انجري ده ممكن يامبير الموتور يعني ديفلوبمنت والكوجنيتيف كمان، وهنقول ازاي. ده طبعا بيزيد امتى؟ لما العيان ده يكون اتعرض لكاردياك ارست كمان اديشنال فاكتور، او جاله ستروكس بيكوز اوف هيز كونجنتال هارت ديزيز، او اتحط على كارديو بالمونري باي باس يعني بوست اوبرتيف، او اتحط على اكمو، او عنده اسوشيتد جينيتك سيندروم. ده تقريبا الهايبوثيسز او الثيوريز اللي ورا ليه بيحصل نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر في عيانين الكونجنتال هارت ديزيز. لقوا زي ما قلنا ان في اولترد بري نيتال برين ديفلوبمنت في العيانين اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز. ده بيحصل غير الاماتوريتي، هم عندهم اولتر ديفلوبمنت، والالتريشن ده يا اما يبقى في الماكرو ستراكشر بتاع الوايت ماتر سيريبرال كورتكس والسب كورتيكال جراي ماتر ماكرو ستراكشر يعني يتشاف بالام ار اي، او مايكرو ستراكشر
حاجات احنا ما بتتشافش بس بعد كده بنلاقيها evident clinically, white matter و subcortical gray matter. في other potential mechanisms ممكن تسوق ال predisposition ده, زي ان العيان يكون جاله هايبوكسيا, abnormal placental development, عنده genetic syndromes, او حصل له another additional prenatal stress. Perioperative risks برضو بتزود ده, زي انه already يكون جاله stroke وجاله white matter injury, العيان ده بيكونفلز repeatedly وعنده abnormal EEG, كل مرة بيكونفلز او epileptic برضو بيحصل له brain anoxia فتزود. Protective management factors طبعا انه يبقى تشخص prenatally والterm gestation delivery. هل neurodevelopmental disorders دي بتتشاف في وقت معين؟ لا, لقوا في الميتا اناليسيز ان ممكن النيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز دي تبان اكروس اللايف سبان بتاعه العيان, يا اما ايميديتلي وهو صغير او حتى لما يجي يخش الجامعه ويبتدي يعمل مور كومبلكس ثينكينج بروسيسز نلاقيه ابتدى يمانيفست. الانفنتس ممكن ترينج زي ما قلنا من الموتور زي الهايبوتونيا لبرزيستنت ديليز افكتنج اللانجوج والسكيلز والفيدنج والسكول ديماندز او الجامعه والمدرسه بتانماسك الحاجات دي. يعني ممكن نلاقي انسيدنس اوف اتنشن ديفيسيت ديس اوردرز, سام سايكياتريك بروبلمز, مشاكل في الماثيماتكس وفي الريزونال ثينكينج. ده ملخص كل الحاجات اللي ممكن تبقى affected في العيانين اللي عندهم congenital heart disease. الcognition لقوا في الميتا analysis دي ان المين اي كيو بيقل واكتر في العيانين الاسيانوتك, يعني عكس ما الواحد يبقى متخيل انه السيانوتك هيبقى عنده lesser اي كيو, لا لقوا by analysis انه اكتر في الاسيانوتك. الadaptive function الموتور بيقل والindependence في الادلت لايف بيقل. الاكزيكيوتيف فانكشن او اللي هو الوظائف التنفيذيه الاتنشن بيقل, الامبلس كنترول والسلف ريجوليشن والاجريشن, البلاننج يقل, الوركينج ميموري تقل والفلكسبيليتي تقل, السبيتش واللانجوج بيقل, الاكسبرسيف لانجوج لكن هو يريسيف يعني يفهم اللانجوج بس ما يعرفش يكسبرس هيم سيلف, الموتور عنده الفاين والجروس موتور سكيلز قليله, والفيجوال سباتشل انتجريشن يعني هو شايف وتقديره للمسافات مش مظبوط. الاوتيزم دي سبيكترم ديس اوردرز لقوها برضو بتزيد جدا في العيانين اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز. الثيوري اوف مايند بتقل. البيهيفيرال attention deficit hyperactivity disorder والanxiety والdepression والoppositionality يعني oppositions عنده عالية على طول بيعارض. ده عشان نلخص مين العيانين اللي عندهم high risk. النيونيتس والانفانتس اللي احتاجوا open heart, الchildren with other cyanotic not requiring open heart surgery, اللي اتولد premature اقل من 37, اللي كان عنده already developmental delay, اللي عنده suspected genetic abnormality او syndrome, اللي عنده history of ECMO زي ما قلنا او اتحط على cardiopulmonary bypass, اللي عمل heart transplantation, اللي قعد hospital post-operative أكتر من أسبوعين, اللي جاله peri-operative seizures قلنا repeated brain anoxia والabnormal findings on brain imaging أو small head circumference. طب هل دول بنقدر نعمل لهم حاجة؟ طب شخصناهم, هل هنقدر نوفر for them أي kind of treatment؟ احنا ممكن نintervene قبل سن 3 سنين ان احنا نقدر نشخص وprogressively بنعمل لهم referrals ان هم يبقوا evaluated. Developmental education as well as physical and occupational with speech therapists. For older children ممكن نعمل individualized programs depending على الديفيشنسي فين. طبعا بنعمل psychotherapy for anxiety and depression, وممكن ندي كمان psychotropic medications للحالات بتاعت ADHD والclinical depression.